بيتين من فهد فارع تسوى قصيده، لكن والله ما كملت بيتين من قصيده. يقول لبى من كفهم حنا وهندامه جديد، واحد حاله مزاجي تمثل حالته، في نهار العيد شفته طالع من بعيد، ويوم فكيت الرسائل لقيت رسالته كاتب اني اجي العيدي معك في كل عيد، وقلت انا اللي لين هالحين ما قالت سلامات. هذا تصريح قوي من فهد فارع عن قلبه خضر. يا سلام.